اهلا وسهلا فيكم من جديد. يعني لما نتحدث عن اضراب الاسرى، اضراب الحريه والكرامه، نحن بنتحدث عن معلم اساسي وعلامه فارقه في تاريخ النضال الفلسطيني. اليوم الحركه الاسيره الفلسطينيه بالفعل استطاعت ان تعيد البوصله لقضيه الفلسطينيه، القضيه المركزيه اللي هي الاصل المفروض تكون، وللاسف تم تغييبها بطريقه مرعبه في السنوات السبع الاخيره بسبب ما حدث في المنطقة العربية. اليوم كان استضافتنا مميزة وفريدة ولها يعني لها طابع خاص، لأنه مشرفنا بالفعل أحد الأسرى المحررين الأستاذ محفوظ جابر. يعني رح نتحدث معاه عن ذكريات، يعني بالتأكيد هي ذكريات أليمة، ولكن نتحدث نحن عن الأسرى، نتحدث عن يعني عن أشخاص أيقونات عظيمة سطرت جميع ملاحم البطولة وهيك البطولة الصمود الحرية. يعني هم اليوم عم بيجوعوا حتى نحن بالفعل نحقق حريتنا. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. أنت مشرفنا اليوم عنا، ولكن هيك خبر سريع هلأ يعني ورد، وأعلن رئيس اللجنة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين أمين شومان فجر الثلاثاء عن استشهاد الأسير المحرر المضرب عن الطعام. هذا الأسير متضامن بالتأكيد مع الأسرى المضربين عن الطعام، الله يرحمه، مازن محمد المغربي 45 عام من قرية عبوين شمال رام الله. كان متواجد هو في خيمة الاعتصام الدائم مع الأسرى وسط رام الله، وهنالك أرهق ونقل إلى المستشفى واستشهد، الله يرحمه. وإحنا نتأمل يعني لا نأمل أبدا إنه يتم هنالك يعني حالات فيها ارتقاء للشهداء المضربين عن الأسرى اليوم، ولكن أيضا لا نستبعد. هو بالتأكيد يعني حتى هناك مضربين أسرى محررين ومضربين في خيمة في جنين. نعم. أيضا نقلوا إلى المستشفى بسبب يعني تدهور وضعهم الصحي. صحيح. طبعا لما نحكي عن أسير محرر وقضى فترة طويلة داخل السجن، بيكون السجن أرهق جسمه يعني ونفسيته نتيجة سوء التغذية، نتيجة عدم العناية الصحية اللي تمارس ضد الأسرى داخل السجون، وهي هاي مقدمات الإضرابات اللي بتتم داخل السجون. يعني لأنه التعامل مع الأسير، يعني لو قلنا من ناحية صحية مثلا، يعني بيروح الأسير بيشكي من رأسه بيعطوه حبة، بيروح أسير آخر بيشكي من بطنه بيعطوه نفس الحبة، وهاي يعني تعني أنه عدم الاكتراث والاهتمام. وأحيانا طبعا بتم يعني طرد السجين انه انت ما فيك شيء وكذاب، وبالتالي يعني يستمر بمعاناته من المرض الى ان يصبح عنده يعني في عاهة او شيء من المرض المزمن او شغلات هيك يعني. طيب استاذ محفوظ، يعني احنا دائما بنحكي عن المجتمع الدولي وبنحكي عن منظمات حقوق الانسان، كنا اليوم صباحا انا وهنا بنحكي بهذا الموضوع، برايك في ظل الوضع خلينا نحكي اللي بيعيشوه الاسرى داخل سجون الاحتلال، في ظل مثل ما حكيت الاهمال في صحه الاسرى، حتى عمليات التفتيش اللي بتتم عشان يتاكدوا انهم ما معهم الملح والمي مشان انهم يحاولوا انهم يوقفوا الاضراب تبعهم، برايك وين عم تكون منظمات اللي هي حقوق الانسان المجتمع يعني الدولي الإنساني؟ يعني أحكي لك مثلا الصليب الأحمر كمؤسسة دولية بتزور السجون، في يعني كتجربة مثلا أنه نتيجة التعذيب اللي تعرضت له وكان يعني رأسي مكسر ومطبش، فلما يجي الصليب الأحمر على السجن ينقلوني إلى سجن آخر لأنه بيجي بموعد وبالتالي لا يشاهد آثار، بحيث أن لا يشاهد آثار يعني التعذيب. وأيضا يعني الصليب الأحمر بيجي بموعد محدد هم بيكونوا متفقين عليه، وبالتالي بيخلوه يقابل أشخاص يعني وضعهم أفضل. مثلا أفضل وبالتالي التزوير يعني بحقائق وجوده. يعني للأسف هذا الإرهاب الصهيوني يعني ما في بعده إرهاب يعني القانون اللي تفضلتي فيه، قانون الدولي حول حقوق الإنسان، بيحكي إنه هدول الناس يجب أن يعاملوا معاملة أسرى الحرب. طبعا أسرى الحرب هي اتفاقيات جنيف، ولكن هذا الشيء لا يتم. أكيد رغم أكيد. ذلك يعني لا يتم،
وبتم تجاوزه. نعم. هو يفترض انه طبعا الاعلام الفلسطيني والعربي بشكل عام يركز على قضيه معامله وهذا لحاله يعني قضيه ذو شجن، انه للاسف يعني غياب الصوت العربي الرسمي ايضا، يعني مش جميع قنوات الاعلام بتشعر انها تتبنى يعني مثلا هكذا قضايا. الانتهاكات كبيره يعني ليس فقط بالجانب الصحي ولكن بالجانب الانساني وغيرها. اليوم بدنا نسال حضرتك، يعني نرجعك يمكن لعقود من الزمن، بس نحن قاعدين هون يعني ممكن نتضامن بالكلمة بس ولا يمكن نقدر نتعاطف، لكن حضرتك بتقدر تنقل لنا بالفعل معاناة الأسير، وأنت يعني تم اعتقالك مرتين واعتقالات كانت أو موقوف إداري والناس لليوم يمكن ما بتميزوا يعني الموقوف الإداري. يعني أول شيء الموقوف الإداري هو موقوف حسب القانون البريطاني، قانون الطوارئ البريطاني اللي صدر في عام 1945، يعني قبل إنشاء الكيان الصهيوني بثلاث سنوات. وهذا القانون رفضته العصابات الصهيونية اللي كانت في حينها يعني تمارس إرهابها في داخل فلسطين، لأنه إذا تعرضوا له بيعني أنه يتم اعتقالهم حسب هذا القانون من قبل الانتداب البريطاني. وكان موقفهم ضده، لكن بعد 48 رجعوا يطبقوا هذا القانون. طبعا هذا القانون حسب المادة 111 بيقول أنه يحق للحاكم العسكري أو الأمر العسكري أن يعتقل أي شخص لأي فترة يعني يراها مناسبة، هو في النص الأصلي لمدة سنة في أي مكان يعني يختاره هذا الحاكم العسكري أو الأمر العسكري. لكن تطورت الأمور وصار بطل في مدة زمن يحق له الاعتقال أي فرد يعني لأي فترة يراها مناسبة. طب وقصة نضال حضرتك، يعني قصتك؟ قصتي يعني مؤلمة جدا، ما مش عارف إذا يعني ممكن لا إذا أحكي بالتحقيق. يعني ب 69 خليني أحكي عن تجربة اعتقال 69، لأنه بال 68 كانت التجربة أقل كان تذكروني مجرد طالب يعني جامعي ويعني وممكن إنه هيك يعني. لكن بال 69 اكتشفوا إنه لا، يعني إلي مسؤولياتي الخاصة بداخل القدس، وبالتالي كان التعذيب شديد جدا. يعني من هذا التعذيب مثلا يعني أن أكون في حلقة في ساحة هيك يعني غرفة مثلا محيط في أربع خمس ضباط من اليهود، وكل واحد بإيده خيزرانة وبيضرب وأنا مجرد من الملابس بيضرب وين ما أجت يعني الخيزرانة تيجي. هاي يعني واحد. اثنين يعني عمليات استخدام الأيدي بضرب البوكسات وكفوف وشلاليط وشغلات زي هيك. هلا غير هيك يعني، وهذا اللي كان أشد وأصعب اللي هو عملية الضغط على الخصيتين. نايمون على الأرض وبلشوا يضغطوا على الخصيتين على أساس إنه يعني يصير إنه أعترف يعني بالمعلومات اللي عندي. وبعد يعني عمليات الضغط كان يغمى علي، يصبوا المي حتى أصحى ويستمروا بعملية التعذيب من جديد. طبعا في البداية لما بلش يضغط على الخصيتين أنا كانوا إيدي مكلبشين، فما بعرف كيف إيدي طلعت من الكلبشة. سحبت إيدي وطلعت، فمسكت في إيدي. طبعا هو يعني اضطر إنه يوقف الموضوع هاي، فردوا كلبشوني من الخلف ونيموني على الأرض، وحط واحد يعني يمكن وزنه 80 كيلو طبعا بالنسبة أنا إلي رفيع كتير، ضغط على رجلي وطبعا ردوا رجعوا واستمروا بعملية الشغلة اللي الأخرى في عملية التعذيب، إنه أكون جالس على الكرسي ومربط بالكلبشات خلف يعني الهاي في، وأيضا يعني رجلي مكلبشين
وكان يقف شاول ماركوس اللي هو الآن محامي، كان مسؤول عن لجنة التحقيق، ويستخدم العصاية بالضرب على الرأس. بعرفش إذا الكاميرا ممكن يعني هاي من آثار المعلمة، هاي من الآثار يعني. هو كان في كمان يعني رفيقين أيضا بنفس الصورة، يعني حتى أحدهم البقع أكبر يعني بالرأس، وهاي كان إلها تأثيراتها طبعا يعني. كيف بيقدر الأسير يصمد فترة طويلة عن جد؟ كيف بيقدر الأسير يصمد؟ يعني شو هاي القوة، البسالة، الإرادة اللي بتكسر يعني تتحدى كل الألم فعلاً. يعني اللي عم يعاني منه يعني أنا شو بيكون، يعني شو بتكون الأفكار الموجودة على حضراتكم؟ يعني كيف كنت بفكر؟ هو المحقق يقول إنه يعني بعد ما يضربني الضربة التالية أنا راح أعترف. أنا بقول إنه لما بيضربني الضربة التالية راح يتوقف. وبالتالي التناقض ما بين تفكيري وتفكيره هو يعني كيف نصمد أمام المحقق؟ نصمد بأنه نصبر، يعني طبعاً. إنه طبعاً. بالإيمان بالقضية كمان، إنه هاي آخر يعني ضربة راح تكون، وبالتالي راح يتوقف. اللي بعديها راح يتوقف، راح يتوقف إلى أن يتوقف. وبالتالي يعني انت بتعجزه، يعني هو الذي يعني بالاخير يركع. والشاهد اذا عمرك سمعتي، بس كانوا كثير ناس هلا احنا برا كمان يعني يقولوا انه يعني مع تكرار التعذيب الواحد انه ببطل يشعر. فعلا ولا اعتقد انه لا، يعني التعذيب يعني او بتزيد قدرته على تحمل الالم انه يعني يفقد شعور؟ لا يمكن، أكيد. لا يمكن يبقى انسان. الناس تحكي يعني يبقى انسان اكيد يعني، بس نحكي جسمه بصير عنده مناعة أكثر من الضرب الجسم والألم. يتصلب يعني. علمتني ضربة الجلاد أن أمشي على جرحي وأمشي وأقاوم. نعم شيخ محمود درويش طبعاً. صحيح صحيح، من المقولات جدا جميلة يعني. هاي يعني الصورة اللي بحكي فيها إنه يعني قديش كان مثلا الألم شديد والهاي، لكن الانسان يعني مثلا في النهايه بيحكي لي انه كان ممكن انك تموت. صحيح. وما يعني وما اعترفت يعني. فشو راح تستفيد يعني؟ بيقولوا عنك الشهيد فلان يوم يومين ثلاثه بعدين يعني طز ثلاثه فيك، يعني بمعنى انه هذا خطابه هو لهذا. طبعا يعني انه ما راح احاول اقلل من عزيمته. قلت له انا يعني ما عندي شيء احكي لك اياه، ولو عندي شيء لا يمكن ان احكي لك اياه. يعني هاي طبعا تعذيب الجسدي. اكيد طبعا تعذيب جسدي، حتى بحاول انه يقلل من عزيمتك. في التعذيب النفسي ما بعرف اذا في مجال للوقت يعني مثلا هددوني بانه يجيبوا امي على المعتقل. قلت له تهديد بالحياة. يعني طالما يعني قدرت انك تجيبني اكيد تقدر تجيب امي يعني كمان. سالني عارف وين بدنا نحطها؟ قلت له والله تستطيع انك تحطها باي مكان، يعني انت ما دامك انت متحكم بالامور. فطبعا ما في عندهم بالسجن نساء الا العاهرات في داخل اليهوديات يعني في داخل السجن. وبالتالي قال لي انه يعني راح نحطها معاهم. طبعا امي ختياره. قلت له يعني كثير ممتاز والله، بيطلع معها صنعاء بتعيش ابوي يعني بهذا. طبعا هو زاد انه يعني شو هال قدامي هذا اللي مش سائل لا في امه ولا. وجابوها بالنهايه؟ لا طبعا، لانه لقوا انه ما فيش فايده يعني من الموضوع هاي. بينما يعني هددوا اخرين بانه يحضروا زوجاتهم واحضروهم مثلا. في ناس يعني ما قدرت تتحمل وجود طبعا يعني واضح يعني الروح القويه حتى انك انت تمنع اي حرب نفسيه. نحكي عليك استاذ محفوظ، بس احنا عرفنا عن افتتاح خيمه التضامن الوطنيه حتى للتضامن مع الاسرى، بدنا نشوفها اللي هي تم افتتاحها مع حزب
حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني. بدنا نشوف هذا التقرير وإياك أستاذ محفوظ ونرجع لحتى نكمل نقاشنا. إيمانا بقضيتهم وصمودهم، افتتح ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية في مقر حزب الوحدة الشعبية في عمان خيمة الكرامة والحرية للتضامن مع الأسرى المضربين عن الطعام، حيث جاء هذا النشاط للوقوف إلى جانب الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي والذين بدأوا معركة الأمعاء الخاوية منذ 15 يوما. نحن أمام رجال خاضوا معاركهم مع المحتلين خارج الأسر، وكان شعارهم المقاومة طريق الحرية واستعادة الحقوق الوطنية الثابتة. رجال بعد أسرهم حولوا المعتقلات إلى مدارس لتخريج المناضلين. رجال أقسموا بتراب الوطن أن لا مساومة مع الاحتلال. وطالب المشاركون في هذه الخيمة الجهات المعنية بالقيام بواجبها الإنساني تجاه الأسرى، مؤكدين ضرورة دعم صمود الأسرى وتصديهم لسياسات الاحتلال القمعية الذي أقره المجلس الوطني الفلسطيني عام 74 باعتباره يوما وطنيا للوفاء للأسرى وتضحياتهم، ومناسبة وطنية لشحذ الهمم وتوحيد الجهود لنصرتهم ومساندتهم ودعم حقهم في الحرية. جاءت هذه الفعالية ضمن سلسلة من الفعاليات التضامنية مع الأسرى الذين يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 17 من نيسان الماضي للوقوف أمام التعنت الإسرائيلي المستمر منذ عقود. يعني احنا بنعرف استاذنا انه يمكن عندك الكثير من الحكاية والقصص، ولكن اليوم وحضرتك كنت اسير، كيف الاسرى ممكن يقدروا تضامن الاشخاص اللي موجودين برا؟ شو بتوقعوا من الاشخاص؟ احنا مفكر حالنا احنا نمتلك الحرية، ولكن اعتقد احنا المقيدين يعني وهم اكثر حرية منا، بس شو ممكن يعني الواحد يعمل؟ يعني لما كنا احنا بنعلن الاضراب مثلا لتحقيق مطالب محددة أو منقدمها طبعا للإدارة هاي المطالب بعد الاتفاق عليها، إحنا كان بهمنا نسمع خبر إنه نشرت الجريدة الفلانية أو الإذاعة الفلانية أو عن الإضراب، يعني خبر إضراب الأسرى، كان هذا يعني شيء معنويا كتير مهم وضروري. لذلك الآن عم بيشوشوا عليهم طبعا، عم بيعتموا تماما، بيحاولوا انه يعني ما يوصل لهم اي خبر، بيمنعوا الزيارات طبعاً. مثلا بيمنعوا استخدام الخلويات من خلال التشويش. طبعا الخلويات ممنوعة اصلا، بس هم يعني بيتم عمليات تهريب يعني للخلويات لداخل السجون، فبيستخدموها الأسرى بهيك حالات. الآن يعني تم تشويش لأكثر مرة، حتى إنه التشويش وصل لمستوطنات قريبة من هاي السجون و بتم عزلهم تماما يعني عن أي شيء خارجي، علشان ولا يعني يضلها معنوياتهم يفكروا إنهم لحالهم، رغم في مسيرات شعبية مليونية عم تتضامن معهم بجميع أنحاء العالم. المغرب بالذات يعني كان الجزائر، حتى في دول أوروبا وتونس. في أوروبا في حركة تضامنية قوية ومنيحة يعني. كمان يعني الشعب الفلسطيني نفسه في داخل الأرض المحتلة يوميا يعني في حركة جيدة، وهي تقريبا لأول مرة نستطيع أنه يعني يكون في حشد طبعاً. يعني ولاول مره بيكون في هاي الوحده يعني الموقف الوحدوي يعني بالرغم من الانقسامات المشبوهه اللي هلا عم بتكون. سؤال اخير لحضرتك، اول شيء اختبرت اضراب عن الطعام؟ نعم، كنت في سجن الدمون ب 69 70 هذا السجن موجود في حيفا، وكنت معتقل اداري. هلا احتجاجا على القانون الاداري كان اضراب جماعي مش فردي. بهاي الايام يعني قاضوا اضرابات المعتقلين الاداريين كان هو الخيار الاول ولا الاخير يعني. نحكي يعني كان هو الخيار الاول بتحقيق المطالب ولا خلص اخر خيار كان هو الاضراب؟
هو الحقيقة يعني بنحاول انه يعني نحصل على حقوقنا، بس كمان بالاساس اعتقالنا يعني هو صحيح. اعتقال مش طبيعي انه يعني طبعاً. محقق يعجز عن الحصول على معلومة وبالتالي يحولك الى الاعتقال الاداري. طبعا يعني التمديدات اللي كانت بتتم انه كل مثلا 3 اشهر تجديد التوقيف، 3 اشهر او 6 اشهر الى 6 اشهر الى ان يعني تمر فترة اللي هم بيلاقوها مناسبة يعني او هيك. وهاي القصة انا يعني كان عندي قرحة بالمعدة، وبالتالي لما اضربت يعني كان وقتها الاضراب مدة 6 ايام يعني انا يمكن باليوم الرابع او الخامس يعني اقل من 6 ايام كان تأثيرات الإضراب على معدتي سيء جدا. المساجين كلهم كانوا يقولوا لي إنه مش لازم تضرب يعني عشان وضعك الصحي. صحيح. كنت أنا مصر إنه أشارك بالإضراب لأنه وضعي الصحي هو الذي سينتج، يعني بمعنى إنه يعني إنه ما سيحدث لي سوف يفيد الآخرين. وبالمناسبة أثناء التعذيب استشهد إلى جانبي قاسم أبو عكر. في غرفة التحقيق بال70 بال69 بال69. نعم يعني ما في كلمات نقدر ما نحكيها. لا. أستاذ الله يزيدك صمود وصبر، ويعني نقول المجد الحرية لأسرانا البواسل بالنهاية الله يقويهم ويقوي عزيمتهم. وشفنا قد يعني بسالتهم امبارح عميد الأسرة مثلا كريم يونس طلع بكل وتحدى يعني هذا الكيان جميعه. يا ريت معنا وقت أكثر. يا ريت لأنه كريم يونس بالذات يستحق يعني الوقوف أمامه، لأنه من المنطقة المحتلة عام 48 ورفضوا الإفراج عنه في كل صفقات التبادل بادعاء أنه مواطن يعني إسرائيلي، ولكنه يرفض أن يكون مواطن إسرائيلي ويصر أن يبقى فلسطيني. يعني أستاذ شكرا محفوظ، عن جد شكرا، الله يعطيك يا رب ويبارك في عمرك، وإن شاء الله يعني هاي القضية وقضايا الأسرة كل التضامن لإلهم، ويا رب الله يفك أسرهم وتكون بالحقيقة اضراب ذو نتائج تفيدهم وتعود عليهم بالنفع ويحسوا أنه في نتيجة فعلية للاضراب. وأكيد جميع الدول في عم نلاحظ في لإلهم دعم مع قضايا الأسرة أكيد على المستوى الشعبي طبعا. شكرا لك أستاذ محفوظ، شرفنا في استوديو حديث اليوم. شكرا لكم على طرق الموضوع بالعكس. وتبني الموضوع، وبتمنى انه يعني تعطوه اهتمام كبير طبعاً. بشكل يومي واجبنا. ومستمر هذا اقل شيء بنقدر نعمله بحاجة الاردن اليوم.